اشمعنى الفيشاوي يبوس وانا لا؟ ده تصريح لإحدى الفنانات لما تسألت ليه قبلتي زوجك على السجادة الحمراء؟ الرد صادم جدا للكثير من الناس، وطبعا الكل عارف وبيشوف ازاي الفنان أحمد الفيشاوي بيبوس مراته من فمها قدام عدسات المصورين علشان ياخد الترند واللقطة. بعض الفنانين المصريين دلوقتي بقوا يقلدوا أحمد الفيشاوي في البوس خلال تواجدهم في المهرجانات، وده نفس اللي بيحصل في دول الغرب. الفنانين بيحاولوا يلفتوا أنظار كاميرا المصورين إليهم في المهرجانات، ومن أبرز الطرق اللي بيستخدموها هي تقبيل زوجتهم قبلات ساخنة. في الفيديو ده هنستعرض أبرز القبلات الساخنة بين الفنانين وزوجتهم خلال تواجدهم في المهرجانات. الفيشاوي فنان بوس المهرجانات. أحمد الفيشاوي يعتبر أكتر فنان مصري بيحب تقبيل زوجته أمام الكاميرات في جميع المهرجانات اللي بيحضرها، سواء كانت الجونة أو القاهرة السينمائي. خلال الساعات الماضية الفنان أحمد الفيشاوي حرص على بوس زوجته نادية كامل خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، وده كان أمام عدسات المصورين أثناء تواجدهما على الريد كاربت. ودي ما كانتش المرة الأولى اللي ظهر فيها الفيشاوي أمام العامة وهو بيبوس زوجته، فقام بتقبيل زوجته من فمها أثناء تواجدهما على هامش فعاليات حفل ختام الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وبرضه قام بذلك خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وكذلك حفل جوائز السينما المصرية ACA في دورته الثالثة. محمد فراج يقبل خطيبته. علشان يرد على الشائعات اللي دارت حول فسخ الخطوبة، قام الفنان محمد فراج بتقبيل خطيبته مصممة الأزياء بسنت شوقي على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42. عبير صبري وزوجها. في نوفمبر 2019 الفنانة عبير صبري حضرت حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان معاها زوجها الدكتور أيمن البياع. وأثناء تواجد الاثنين على السجادة الحمراء تبادل القبلات، حيث قبلته عبير في خده ثم قام هو الآخر بتقبلها بنفس طريقتها. حسام الجندي وزوجته التونسية. وفي نفس المهرجان برضو الفنان حسام الجندي قبل زوجته التونسية منال الحمروني على الريد كاربت بنفس الطريقة المشهورة اللي بيعملها أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى كامل، وهي التقبيل من الفم. نجلاء بدر وزوجها. الممثلة المصرية نجلاء بدر حضرت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الماضي، وكان معاها زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، وخلال مرورها على السجادة الحمراء والتقاط صور ليها قامت بتقبيل زوجها أمام عدسات الكاميرات على طريقة أحمد الفيشاوي وزوجته. الغريب إنها قالت في تصريحات صحفية علشان تبرر موقفها بعد الانتقاد الشديد اللي توجه ليها من جمهورها، إشمعنى الفيشاوي يبوس وأنا لأ؟